الفكرة بدأت معانا ان احنا حاولنا ان احنا نقدم نموذج محاكاة لمعرض الكتاب، ولكن من خلال في عيون الشباب. احنا كشباب نتمنى ان معرض الكتاب يكون ازاي، ومشاركة الشباب تكون موجودة بأي شكل يكون يليق بمكانة اسكندرية وتاريخها العريق. وبالفعل الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد 6 أيام في مركز الحرية للإبداع. مركز الإبداع بيتبنى المشروع بالكامل من حيث توفير القاعات، بيتحمل جزء من الدعاية، كمان بنشارك مع مجموعة التنظيم في إدارة المهرجان ككل. هيفتتح إن شاء الله السيد اللواء طارق المهدي محافظ اسكندرية، وأيضا الشاعر مسعود شومان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسيد باشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بإذن الله. من أبرز الشخصيات وكتاب المشهورين جدا اللي هيكونوا على شرف فعالياتنا هو الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، وده قيمة وقامة كبيرة جدا وإضافة لنا إن احنا نستضيفه بجانب الكاتبة الصحفية هالة فهمي. الشيء الجميل كمان إن دور النشر اللي تحمست للفكرة وساهمت وقدمت تخفيضات وهتعرض معانا إن شاء الله كلها دور نشر خاصة. كل دور نشر هتعمل تخفيضات هائلة، منهم الهيئة العامة لقصور الثقافة قررت ان هي تعمل تخفيض 50% على اصداراتها، وده شيء طيب جدا بجانب ان هيبقى فيه هدايا مجانية توزع على الجمهور. وكل دور نشر من 11 هتعمل نفس الفكرة، فكرة التخفيضات. ومن اهم برضك دور النشر المشاركة الاهرام مكتبة اسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة. كلنا كجهات خاصة او جهات حكومية او وزارة الثقافة لازم يكون في عمل مشترك عشان نوصل لنتيجة ان احنا نحاول نرجع تاني للكتاب قيمته في الحركة الثقافية. في مبادرات شبابية مستقلة لها دور في رواج الكتاب في اسكندرية، كان لازم ان احنا نديهم فرصتهم، زي اقلام ضد الغباء ونادي اسكندرية للكتاب وصالون مجتمعي ونادي خانة. المشاريع اللي من النوع ده سواء المهرجانات الكبيرة اللي بتنظمها الدولة او المهرجانات الصغيرة اللي بتتم بمبادرات شخصية برضو تحت اشراف الدولة، أكيد هيكون لها دور في تحفيز الشباب، وخصوصا لما تكون متنظمة كويس ومعها عدد من الفعاليات المصاحبة اللي ممكن تكون عامل جذب للشباب.